السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه هذا البرنامج أرض السواد إلى ناحية عون في محافظة كربلاء المقدسة. اليوم حلقتنا مختلفة مثل ما تشاهدون بامتطاء الخيل، هذه الثروة اللي للأسف منسية ومهملة في العراق، بحيث نشاهد الدول العربية أو الدول الخليجية وحتى عالمياً دائماً مسابقات خيول وتسجيل أنساب وغيرها من هذه الأمور اللي للأسف بالعراق تواجدت. مع العلم مثل ما ندري أنه سلالات الخيول الأصيلة أغلبها من وادي الرافدين، حلقة بها أسرار كبيرة وكثيرة جداً وراح تستمتعون بها، ابقوا يعني. طبعا نرحب بابو امير. ابو امير هو مالك مربط الفرات وايضا يعني يعتبر المدير المباشر على هذا المشروع اللي احنا صار لنا تقريبا سنتين ونص بارض السواد. من النوادر نلقى ناس مهتم اهتمام بهذا الشكل، بهذه القيمه التراثيه والثقافيه والحضاريه بالخيول. نرحب بك ابو امير. وبيكم اكثر، ربي يخليك، الله يحفظك. الله اخبارك ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله. احنا شاء الله. اسف ممكن اجواء الصيف وخليناك يعني شرفونا بعد هاي اجواء بلادنا، ربي نتحملها، لازم هي لازم نحبها ونتحملها. الله يخليك، الله يحفظك. احنا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء. ربي يخليك وتفضلوا. طبعا ابو امير، من النادر انه مثل الان اليوم واغلب المشاهدين ما عندهم هذه المعلومات الكافيه عن موضوع الخيول. بلي. لان احنا نصنف اليوم كعراق وبالسنوات الاخيره، اليوم لو نحكي على 30 سنه اخيره، ماكو الاهتمام الحقيقي بالخيول. صحيح. بصراحه. صحيح. اليوم لما نقارن نفسنا بدول عربيه او بدول خليجيه او الدول المحيطه، احنا متراجعين تراجع جدا كبير بهذا الموضوع. بلي. اريد اعرف البدايه، بداياتك الشخصية بالاهتمام بموضوع الخيول. أنت اليوم كأبو أمير شو وقت حبيت موضوع الخيول؟ شو وقت تعمقت بهذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء من صغر سني وأني ميال لجانب الحيوانات. ايه. مجمل الحيوانات. نعم. بس يبقى الجواد والخيل وخاصة الخيول العربية الأصيلة لها طعم ثاني، طعم تاريخي، طعم إسلامي. تمام. نعم. فالعراق بما مر به خلينا نقول بالثلاثين سنة الماضية من حروب، من مشاكل سياسية، خلته ينعزل عن محيطه الجغرافي وعن محيطه العالمي، وبالتالي هذا الانعزال سبب له مشاكل بعدة صعد ومن ضمنها صعيد الخيل. فبدأت تتناقص أعدادها، بدأت تسرق من داخل العراق وتهرب إلى خارج العراق، وأقصد الخيول ذات الجودة العالية للحاجة المالية، بعض القبائل باعت وللحاجة المالية ولصعوبة الحفاظ عليها من ناحية ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية، أيضا بعض القبائل تركت هذا الأمر. صح. فبدأت تتناقص حروب، يعني جوع، حصار. حرب أهلية وراها، وإلى ما معروف بهذا الموضوع. نعم. كان اكو تشجيع من قبل اهلك على هذا الموضوع لك لما كنت صغير؟ لا بصراحه، انا والدي رجل اكاديمي. أه. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. رجل اكاديمي واديب وشاعر، هو ميال الى هذا الجانب. اها. انتم من كربلاء المقدسه؟ من كربلاء. بلي. ربي يحفظكم ونعم لكم. دخلنا بموضوع انه ابو امير وصل لمرحله يريد يبدي مشروع للخيول. بلي. شو وقت هاي؟ يعني اطلاعي على الخيل صار بشكل تدريجي، حاولت ركوب الخيل داخل العراق وخارج العراق، نجحت بعض الأحيان، فشلت بعض أخرى بعض المحاولات. كنت فترة أنا أصلاً مهندس حاسبات، اشتغلت خارج العراق فترة. بعد رجوعي اشتريت هاي الأرض. شو وقت؟ من رزق الله تبارك وتعالى، صار في السنة ونص.
الله يعمرها يا رب. الله يسلمكم. اشتغلت عليها هواي. أنا أصلاً مهندس حاسبات، يعني رسمت هذا الرسم اللي تشوفه بالحاسبة، وطيت لها الخير هذا وجاسم هو المنفذ والإداري الموقع خلينا نسميه للمشروع. نعم. يعني أبو أمير، أنت لما اشتريت الأرض كان هدفك أكو موضوع خيل، مشروع للخيول. خيل خيل. نعم. هذا اتصلت، كان الهدف. اتصلت بكثير من دول العالم وقرأت هواي وطلعت على الأنساب، اكتشفت أنه العراق فقير جدا بهذا الموضوع. إحنا قبل كنا من المتميزين بهذا الموضوع. الموضوع يراد لكلام، يعني حسب الحقب. يعني قبل 200 سنة تختلف، قبل 100 سنة تختلف، بس العراق مقصر. بداية القرن العشرين خاصة وسط وجنوب العراق ما سجل خيله، ما اهتم بالجدولة الدقيقة اللي سوتها مثلا مصر، الخديوي عباس مثلا سوى سجلات من ذاك الوقت، بحيث من فتحة منظمة الخيول العربية العالمية اللي سموها الواهو اعتمدوا اجوا بعض الدول شافوا عندهم سجلات دقيقة ومحفوظة وكذا. احنا سبحان الله ما اعرف يعني شنو اللي خلاهم ما يرتبون، ما يسجلون، يبتعدون عن الدولة، عن التنظيم، ما تعرف. هل هنالك ايدي خفية؟ وانا احتمل هذا الموضوع. نعم. ابو امير، بديت قبل سنة ونص. بلي. هذه السنة ونص بدايات بناية المزرعة وترتيبها بهذا الشكل الجميل حقيقة نفتخر به اليوم. الله يسلمك. تعتبر أنه أكو نجاح؟ إن شاء الله نجاح نسبي، وعندنا خطط مستقبلية. إحنا بعد عندنا يعني إذا زورونا بعد سنة إن شاء الله، يا إن شاء الله، راح تشوف أنه هذا الجانب مثلا راح يصير شكل آخر هنا. هذا الجانب كله مخطط له معماريا، شكل آخر راح يصير سواقي من المي وشلالات وإلى آخره. بس الموضوع ستيب باي ستيب. نعم. لما جبت الخيول استوردتها لو عراقية؟ قسم أغلبها مستوردة. يعني إذا أريد نتكلم عندي ليال، ليال الأولى، ليال من أجمل الخيول اللي تلاحظها. نعم. مستوردة. نعم. بهانة هذه مستوردة، الثانية من مصر. وذي كمين؟ هذيك استوردت من بلد يعني من إيران. أها. هاي من إيران، خيول عربية أصيلة. بس عربية، عربية موجودة المرابط العربية بكل بلدان العالم، من صح. أستراليا، برازيل، كندا، أمريكا، حتى روسيا. روسيا. نعم. دي اف جنا جت من ألمانيا، وعندنا بعد قمر لينا جت من أمريكا. للأخير عراقي. أها. ها الأخيرة هذه. أي. هذه أيضا من إيران، ذاك عراقي. ذاك الأخير عراقي. بلي. ها. موجودة هناك. بلي بلي. إيش عجب ليش الأغلبية يعني مو عراقيات؟ حكينا إنه بما مر به العراق من آهات وويلات ضيعت. يعني هسه حتى المرابط العالمية بالمناسبة اللي بدت بال 1900 صار عندها ضياع بال 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى. ولمت نفسها وصار عندها ضياع بنسبة أكبر بال 1945 الثاني حرب العالمية. وبدوا بداية جديدة ومدروسة ومشوا. فإحنا إن شاء الله نعتبر نفسنا إنه هاي البداية الجديدة اللي راح ننطلق من عندها إلى خلينا نقول العالمية، نحاول نواكب. زين. تقريبا من خلال خبرتك بهذا الموضوع، كم مربط بنقدر نقيمه انه مثل هذا المربط موجودات بالعراق؟ بالحقيقة خلي نتكلم بالأربع سنوات السابقة. نعم. من 2018. بل للأمانة كان السباق عندنا الحج محمد حسن الوكيل. نعم. اللي هو مربط الوكيل قريب على مربطنا. أها. بدأ وهو المربط اللي ساعدنا. ممتاز. إيه ساعدنا. يعني اليوم بين المرابط ماكو يعني روح منافسة، ولكن أكو روح تعاون. بالعكس أكو روح تعاون. نعم. وإن شاء الله تلتقون بالدكتور نصير اللي أيضا زحمناه ودعيناه من محافظة. نعم. بابل. نتشرف به. زين. وراح يتكلم لكم عن هذا الموضوع. فأكو روح التعاون وهو سباق قبلنا، أكو مرابط ببغداد، أكو مرابط أيضا ذات شأن بأربيل. يعني شمال العراق استوردوا كثير من الخيول العربية الأصيلة من خارج العراق. عندك موجودة بالعمارة، موجودة بالديوانية. يعني اليوم ثقافة الخيول حتى موجودة في كردستان؟ في كردستان الخيول العربية الأصيلة قد تكون يعني أكثر من عندنا نشاطاً. هذا ينعكس يعني دائماً الاستقرار المالي والسياسي والأمني. والأمني هو اللي ينمي هذه الأمور. حتى عندهم يعني خلينا نقول مهرجانات لجمال الخيول العربية الأصيلة. عندهم حد الآن
انه دا نخطط لاقامه مهرجان سنه 2022 في كربلاء. في كربلاء. في كربلاء. ممتاز. يعني وهاي تعطون دعوه لمرابط عراقيه فقط؟ هذا يدرس، المفروض تجي لجنه حكام دوليه وان شاء الله يصير عالم ان شاء الله، اذا مو عالم فميدل ايست يعني. ابو امير يعني مستقبلا انه او مو مستقبلا اريد اعرف الانواع الرئيسيه، يعني هل اليوم الصنف العربي او السلاله العربيه تقسم لانواع؟ طبعا. شنو يعني احنا عندنا ابتداء، خلينا نتكلم، انا مسوي لكم فتشي تحضرته، عندنا اذا اريد نتكلم من الجنبه التاريخيه. نعم. الجنبه التاريخيه تقول انه من اوائل الخيول او اول حصان عربي الى خبر في التاريخ هو يسمى بزاد الراكب. زاد الراكب يعني الرواية التاريخية تقول أنه سليمان النبي على نبينا وآله وعليه السلام أهدى إلى قبيلة أزد. 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 أها. نعم. نعم. ومن عنده انتشر إلى بقية. جغرافيا هاي العراق؟ أزد لا، يقال أنه كانت في عمان محيطة. نعم. ببلقيس بعد ما تزوج بلقيس. أها. إيه شون أهلها راحوا زيارة إلها في بلاد الشام يعني. نعم. بعودتهم طلبوا من عنده متاع لهذه الطريق الطويل، طريق العودة، فأعطاهم هذا الحصان العربي الأصيل وعلمهم على ركوبه، خلينا نقول. نعم. قالهم كيف يستخدموا للصيد. للصيد أيضا. للصيد. نعم. استخدموا سرعته لصيد الأيل، الأبقار، الإبل، وبالتالي قدروا يوفرون زاد عودتهم، لذلك سمي هذا الجواد الأول بزاد الراكب. زاد الراكب في قبيلة الغساسة، غذاء المسافر. عافية. نعم. وبعدين بقية القبائل، منها قبيلة وائلة، بني وائل، بكر بن وائل، منها قبائل أخرى، اجوا أخذوا من هذا النسل، جابوا أفراسهم، لقحوهم من عنده، وحصلوا على نتائج أفضل. انتشر هذا الانتشار يعني من ضمنها قبيلة تغلب وقبيلة بني وائل إلى آخره. نعم. هذا الانتشار توسع إلى أن صنف في آخر المطاف، خلينا نقول قبل 100 سنة كذا، 150 سنة، إلى ثلاث أقسام رئيسية وتندرج تحتها بقية الأصناف. نعم. هذه الأصناف منها الصقلاوي. صح. يعني هذا مرتبط بالصقلاوية؟ لا. لو بس اسم. لا لا اسم. أها. الصقلاوي ومنها الكحيلان. إيه. هاي يعني كاسم انه للعيون، العيون الكحيله. نعم. يعني سعدنا كحيله العجوز هذه الكحيلان ايضا بتفاصيل واقسام. صقلاوي ما موجود هنا. صقلاوي ما موجود. أه. لا اكو صقلاوي عندنا مهر. مهر ممكن اطلع لكم اياه. صقلاوي. ان شاء الله. صقلاوي جدراني. زين. اذا اكو الصقلاوي واكو الجدراني واكو بقيه الاقسام. حيلان قلنا. نعم. يعني انواع هواي. والمعنقي. المعنقي. المعنقي من اسمه شبه جزيره احس. اي الكحيلان، الكحيلان يقال هي افضل الخيول التي تستخدم للركوب. ممتاز. يعني كل واحده لها ميزه. ممتاز برجولتها، حتى اناثها تصير بيها خلينا نقول قوه. أها. خشونه، تستخدم للقتال، للركوب، الصقلاويه من يعني شلون تفهمها، مسقولة العضلات. نعم. تكون بحجم أقل، وجه أصغر، رقبة أطول. مرة صورنا بأبو غريب لقينا صقلاوي. جمال. صح. جمال، تستخدم للجمال. فهمتك. ايه. عندك المعنقي. المعنقي على مود العنق إنه طويل. لا، المعنقي يقال إنه رأسه أكبر، جسمه أضخم، عيونه أصغر، يستخدم للسباقات. هو الافضل في مجال. زين. خلي اختم وياك بسؤال جدا مهم. ابو امير، يعني الاولى كحيلان، كحيلان العجوز، الثانيه كحيلان العجوز، الثالثه اعوذ بالله، ذكروه الشباب، اسماء بدويه ما تحضرني. اها. يعني مو من الاسامي اللي ذكرتهن. لا، هي احد اقسام الاسماء اللي ذكرتها. فهم. الاول منك اتصورها الصقلاويه هذه. صقلاوي. اي اتصورها صقلاويه هذه. ما ممكن. هذا الموضوع لازم اقعد ابحث صح فيه. صح بالضبط. انا اذا رجعت بسلالات الى 1860 يا الله. نعم. قدرت اطلعهن شنو هن. طبعا احبه المشاهده، خلي اعطيكم معلومه على ابو امير. يعني انا في بدايه الحلقه لما كنت راكب على احد الخيول، يعني ما تتصورون شنو الاهتمام به، شاف شعرها شويه منها مخربط، قال خلينا نعدلها.
يعني عندك حب مو طبيعي. طبعا ممكن نذكر بعض الأحاديث من الجنبة الدينية في دعم الخيول. تفضل. الرواية الإسلامية تقول أنه أول من ركب الخيل هو إسماعيل النبي عليه السلام، على نبينا وآله عليه السلام، يعني أنه الله تبارك وتعالى هو من أهداه الخيل. زين، هذا الكلام وين موجود؟ عندنا في كتاب مستدرك سفينة البحار الجزء الثالث صفحة 244. أكو عندنا روايات مستفيضة في هذا المجال، من ضمنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والناصية هي هذه الجبهة. الله أكبر. الجبهة التي ينهى أنه الجواد يعني يمسك منها بعنف، يذل، ممنوع هذا. فهمتك. زين، إلى آخره، كثير من يعني الـ هذا الكائن يعني يدعو لصاحبه ومالكه في كل ليلة بما ينفق أبو عليه. أمير، يعني حتى اليوم بإرثنا الثقافي بما إحنا اليوم في كربلاء المقدسة، بلي، حتى واقعة الطاف يذكر الخيل بشكل رئيسي. طبعا يعني وجود طبعًا الخيل بهذا الموضوع. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يروي وهو إمام معصوم، نعم، أنه جواد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللي أما تسمى بالميمون أو ذات الجناح، نعم، كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة. الله أكبر. الإمام الباقر كان 3.5 سنين في واقعة الطف، موجود صحيح. حاضر. نعم. يروي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، لم يسمح هذا الجواد لأحد أن يأخذه أو أن يمتطيه، قتل منهم بعض صح الرجال صح وعاد إلى المخيم. الله أكبر. نعم. أحبة المشاهدين، افتتحنا حلقتنا بهذه المعلومات التاريخية اللي دخلنا على موضوع الخيول. البارتات القادمة أو اللقاءات القادمة بخلال حلقتنا هذه اليوم المميزة جدا راح نتعمق أكثر بمشاكل تربية الخيول، وبسليش وصل العراق إلى للأسف أنه تراجعنا عن بقية الدول، وكيف اليوم ننمي هذه الثروة. وهذا اليوم الحقيقة ننقل هذه الأفكار بمختلف المحافظات العراقية بوجود أشخاص مثل أبو أمير. أنا يعني وصلت إلى مرحلة اليقين وواثق جدا من نجاح تربية الخيول بالعراق وعودة العراق إلى مصاف الدول المتقدمة. كل التحية إليك ومستمرين بحلقتنا. الله يخليك. الله يحفظكم. أحبة المشاهدين، بعد ما التقينا بابو أمير اللي نطانا معلومات نقدر نقول عليها مدخل بالحلقة وأيضا تاريخي، اليوم يعني ضيفنا الثاني مع حبي واحترامي لكل المهتمين بموضوع الخيول، يعني يعتبر من الشخصيات البارزة وممكن أقول عليه الشخصية الأبرز بموضوع الخيول بالعراق، الدكتور نصير الطريحي. اهلا وسهلا بك ضيف عزيز في برنامج ارض السواد. الله يعزك. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا في كربلاء المقدسه. ربي يحفظك دكتور. ممكن ايضا المشاهد يحب يعرف معلومات عليك اكثر، عن تخصصك، عن عملك. انا دكتور نصير عبد الكريم الطريحي، تخصص امراض خيل وبروفيشنال في سلالات الخيل. اها. وعندي خدمه في دول الخليج 14 سنة. نقدر نعددهن؟ أول دولة كانت في دبي في الإمارات. نعم. وبعدها في عمان، ثم انتقلت إلى مدير مستشفى تخصصي في دولة الكويت. من سنة 99 2000 لحد 2010. نعم. 13 سنة أو 12 سنة يعني
لحد 2011 رجعت للبلد. سبب العودة؟ إذا سبب أنت العودة أنا أدري بيك أنت من العشاق لموضوع الخيول، وأنت نعم. كنت في دول من الدول المهتمة بهذا الموضوع، متقدمة في الموضوع. نعم. ليش؟ والله سبب العودة أول شيء يعني العمر إلى أثر، وبالخليج تعب يعني شغل وتعب، العائلة كانت معاي، هاي النقطة. النقطة الثانية حبيت أنقل الخبرات اللي تعلمتها واللي مارستها بالدول الخليج خلال هاي الفترات اللي أنا متواجد بيها، حبيت أنقلها إلى بلدنا. وفي وقتها يعني أنا رجعت بال 2011 يعني 11 سنة بال 2011 يعني بعد نعم. بعد السقوط أظن 8 سنوات أو 9 يعني نعم دكتور، رجعت أنا من المفصولين السياسيين، رجعت على الوظيفة وباشرنا بالوظيفة. دكتور من 2011 إلى 2022 كيف تقيم عملك بمجال الخيول بالعراق؟ يعني أنا أشوفك حزنان. أنا لا مو حزنان على العمل اللي قدمته، بينما حزنان على واقع الخيول اللي شفته. نعم. يعني إحنا أنطيك مثلاً معلومة، في 79-80 آخر تعداد أو إحصاء للخيل بالعراق، اللي كان العراق يملك 200,000 رأس، وهذا مسجل وموثق رسميا يعني. أما الآن أنا من المشاريع اللي قدمتها هو إحصاء ووضع فد باند جراوند، يعني قاعدة بيانات إلى الخيل. يعني الأمم المتحدة رافعة شعار عالمي، العفو منظمة الفاو، يقول إنه أنت إذا ما عندك إحصائية أو تعرف عدد حيواناتك ما تقدر تشتغل، ما تقدر تديرها. طبعا الشعار بالانجليزي بس. هذا مو دور حكومي؟ اكيد دور حكومي، يعني الدوله والسلطات لها اثر في دعم اي مشروع، في دعم اي اتجاه يعني ينجح صح لكن ببطء، عكس ما انه يحصل دعم من الدوله او من الحكومات او من هاي نقطه. فلقيت انه الخيل واللي احب اذكره يعني الخيل لولا الشعائر الحسينيه المقدسة ولا انهارت يعني الخيل ما عندها اليوم يعني لولا الشعائر الحسينية والناس المتمسكة بهاي الشعائر كان الخيل عندنا بالعراق انتهت. ما هو ربط اليوم المشاهد يسأل وأنا أسأل نعم. بين الشعائر الحسينية المقدسة والمباركة مع وجود وبقاء الخيل بالعراق نعم. المهدد ممكن لا سامح الله بتراجع لا ممكن الزوال. تعرف أنه بعد السقوط الشعائر الحسينية بدأت ترجع وتنمو وتتحسن تتطور. فمن ضمن الشعائر الحسينية أنه تمثيل الواقع في صح. كل المحافظات التشابيه إحنا كنا نقول نعم. التشابيه مثلاً هاي المواكب، بس الواقع يعني مثل لك الواقع على أرض الواقع على ما يقدروا، دخلوا بعض المنتجين، بعض الشباب المخرجين صح. اللي مثل حضراتكم المصورين، ايضا دخلت الطائرات هاي المصوره يعني كاميرات الطائره فلاي كام، فهاي كلها تحديث. فالناس قامت تبدي تهتم، يعني اللي عنده يعني اللي يعرف يركب ركب راح اشترى له فرس يحضرها الى الشعيره الحسينيه اللي هي متمثله في 10 محرم. نعم. بعض المحافظات يسوي أكثر من واقعة صحيح 4-3 واقعات، بس الواقعة المركزية اللي تمثل المحافظة عندنا في ذي قار، عندنا في النجف الأشراف نعم. وحتى الدولة هنا بعض المحافظين جزاهم الله ألف خير خصصوا قطع أراضي يعني قطع أرض تقوم عليها الواقعة التشابيه مسيجة وكاملة وقطعة يعني على مساحات مختلفة يمثل هناك يمثلوها. يعني اليوم يعني انت هسه مثلا لو تطلع هسه بدأ تدريباتهم صح، او قبل شهر او قبل اسبوعين بدأوا يدربون يختارون الخيل الأصيلة الجيدة يعني شبيه الأئمة سلام الله عليهم، ما يصعدها. وهذا أحد توجيهاتي، يعني كانوا الناس ما يعرفون انه هذا عربي هذا انجليزي هذا هجين، الى ان بدأوا شوية يتعرفون. دخلت انا على الخط قمنا نوجههم بهذا كذا هذا كذا. فاليوم شبيه الأئمة ما يركبه على حصان انجليزي عالي ومن هذا صحيح، يركبه المفروض على خيل عربي. ليش؟ لأنه الناس تفتحت قامت تعرف شنو عربي أصيل
شنو هجين شنو انجليزي، صار السوشيال ميديا قنوات فضائيه فيعرف يفرق. سافرت وطلعت قامت تطلع وتسافر، قبل كانت هاي كلها الامور يعني محدودة. دكتور من خلال كلامك انه البعد الحسيني الديني، نعم هذا احد الاسباب، عامل ايجابي بالمحافظه على الخير. وبعد بعد اخر او اخر انه بعض العوائل والعشائر بقت محافظه، يعني ما يقدر اذا ما عنده فرس مربوطه بباب المضيف، يعني ما يقدر ماخذها ابا عن جد. يعني انا لقيت فرس احد تجولاتي، وهسه نجي نسولف عليها، شفت فرس عمرها يعني اصولها ترجع الى 300 سنه من ابا عن جد، ولحد اليوم هي حيه ترزق في النجف. هاي نقطه. النقطه الثانيه، لقيت فرس ايضا بالنجف مواليدها شباط 1975، من ال 75 من شباط، يعني هيك الرجل حافظ، يعني هاي ظاهره اكيد ظاهره. هو العمر الطبيعي ايش قد؟ الطبيعي 30 سنه 32 33 33 يعني نعم. معدل عندنا انه 22 الى 25 نعم. هذا المعدل الخيل تعمرها، يعني اكثر الخيول المعمره في انجلترا قبل يمكن 4 أو 5 سنوات نفق صاحبة إنجليزية في بريطانيا عمره 56 سنة ودخل موسوعة جينيس نعم. احنا عندنا هذا مواليد 75 اليوم جد عمره يعني 47 سنة، فرس موجود الحي الآن حية ترزق، يعني بعد ممكن 10 سنوات يحطم رقم القياسي. ايه اكيد في بحر النجف، بحر النجف اي نعم. وتولد ويعني لحد مواليدها، انا طلعت سجلتها بال2000 واعتقد 2019 هي توقفت عن الانتاج قبل 3 سنوات، يعني بال 2016 كانت تنتج وانتاجها موجود بكل المحافظات منتج. نعم دكتور، موضوع ايضا اريد اتكلم بما ان تخصصك العلمي هذا الموضوع، الله يحفظ كل خيولنا من اي مرض. الامراض المعروفه اللي تصيب الخيول شنو خاصه بالعراق؟ احنا عندنا الامراض اللي يعني اللي كعلم امراض، عندنا امراض معديه اللي هي انفكشن ديزيز، وعندنا امراض سوء إدارة، سوء تغذية. هاي يتحملها المربي سوء الغذاء. بالعراق عندنا ما عندنا أمراض معدية انفكشيوس، يعني أمراض. نعم. اللهم أنا لقيت بس مرض السترانجل أو يسموه الخناق معيني، هذا موجود. وهذا من أول أسبوع أو ثاني أسبوع أو أول 10 أيام ممكن نتعالجه ويتعالج، وعالج ثاني بالنسبة لي. يعني بالفترة الأخيرة سمعنا بالسوشيال ميديا أو ممكن كذب أو حقيقة حمى الخيول وخطورتها وهذه الأمور. لا أنا ما أحمى الخيول بس خاف تقصد الحمرة. لا حمى الخيول هاي يعني أتوقع ممكن للدعاية الإعلامية وماكو فد شيء، يعني ماكو هاي تسمية. تقصد الحمى، هو كل مرض يصير بحمى يعني فيفر هاي تمبرجر يصير هذا. بس عندنا بالأكثر شيء الأمراض الموجودة. نعم. وهذا ينعكس على الهلاكات اللي تصير، هو سوء إدارة يعني، أما مثلا عدم نظافة، عدم الاهتمام، سوء التغذية بسبب غلاء الأعلاف. نعم. العلاجات بسهولة توصل للعراق؟ علاجات أصلاً ما عندنا علاجات خاصة بالخيل، أكو علاجات سبيسيفيك للخيل لكن بالعراق مع الأسف ما جاي تجي. السبب أنه علاجات الخيل شوية بيها ارتفاع بالأسعار، يعني مثلاً أعطيك مثلاً على سبيل المثل لا الحصر، يعني أبرة مفاصل موجودة ب 200 دولار برا، هاي يعني تخليك المفاصل تطيها لمدة شهر جرعة بالأسبوع مثلا، يعني هاي 200 دولار المربي ما يشتريها. يعني أكو مثلا شرابات خاصة بالمفاصل، يعني شراب طيب المفاصل، ولو ناس قالوا احنا نشتري جيب لنا يا دكتور، بس أنا تدري لا عندي عيادة ولا لحد الآن موظف، رجل موظف بالدولة. فهذا أحد الأسباب أنه اللي ما عندنا علاجات، نضطر أنه نستخدم العلاجات اللي تستخدم لكل الحيوانات. وبعض العلاجات اللي أنا دا أنصح بها الزباين على الماسنجر مالتي أو هذا، ودائما أوصف أكثر حالات الكوليك المغص اللي تسبب هلاكات، ما يلحقها بالثنتين بالثلاثة بالليل، ما موجود راعيها والسايس نايم أو ما يمها أحد وتنمغص، يجي الصبح يلقاها ميت. هاي أكثر حالات. حالات صار حالات؟ أي طبعا حالات المغص كثيرة يعني. نعم. نعم. أكثر بعض الحالات أنه سبب الإجهاد الحراري.
هاي الاجواء صعبه. إيه هاي الاجواء صعبه، وتدري مو كل الناس عندها الطبلات يعني النموذجيه منظمه مثل الفرات الله يعمرها هالسنه. نقدر نقول انه مربط الفرات يعتبر نموذجي؟ اكيد. تقييمه من 10؟ تقييمه من 10؟ نعم. 9. اها اذا مو اكثر شوي. الواحد وين راح؟ الواحد ابو امير دا يسمع. نعم الواحد انا نطيل التدريب. الخيل يجب ان تدرب يوميا تشتغل. ومو تشتغل لعشر دقائق وتطلع وتلعب وحدها، لا. تركب تعرق الخيل، كل ما تعرق الخيل شكو سموم بالجسم تفرزها عن طريق العرق، يعني عرق. فهذا ابو امير السنه الاخ ان شاء الله ربنا خلانا طيبين. اريد 10 نقطه مهمه هنا أنا بالنسبه للمربط الفرات الله يعمره، يعني هو الرجل خيل جمال شو يعني، مو لا مال ركوب ولا مال قدره وتحمل ولا مال. السؤال الاخير لان احنا هذا بارتنا خلص، حندخل بامور اعمق واعمق. توقعاتك من خلال اليوم تجوالك في المحافظات العراقية بعد ما كنا بعام 1980 لك 200 ألف رأس من الخيول، الآن تقريبا ايش قد؟ لا احنا ما اقدر اقول الرقم لحد حتى ما اثبط الناس، بس التقريبي. بس اما تقول لي خلال من 2011 2012 لغاية 2022 هالعشر سنوات النمو صار يمكن اكثر من 50% كنمو نمو الفصيلة هاي من الحيوان. 100 ألف خيل أكثر لو أقل توقعاتك؟ لا أكثر. أكثر؟ أقل. أقل حالياً؟ إيه؟ لا حالياً هي من حدرة يعني. نعبر 50 ألف؟ بالعراق كله؟ إيه؟ لا ما. 30 ألف؟ هذا سبب لي إحراج شوية ظفر يعني. أها. بس إحنا نقول أنا سويت قدمت مشروع إحصاء قلت لك عن الخيل. هو البداية قال لي ما أريد أقول بس أنا. لا بس اسمح لي. أدخل بتفاصيل أكثر. لا إيه. هذا يبعث شويه حرقه بالقلب يعني. انا سويت قدمت مشروع بالمناسبه، انا دائرتي لحد الان منتسب الى دائره الثروه الحيوانيه قسم المصادر الوراثيه. اها. هذا القسم جديد بالعراق، تاسس سنه 2010، يعنى بتثبيت البصمات الوراثيه للحيوانات المزرعه بالعراق. حيوانات المزرعة اللي تشمل الغنم والأبقار والجاموس والماعز ومن ضمنها الخيل، من إجيتاني دخلنا الخيل. ممتاز. سويت مشروع الإحصاء. نعم. سويت على مرحلتين، مرحلة الأولى من بغداد للفاو محافظات مع محافظات الفرات الأوسط، كملناها باستثناء بابل، وقفتنا كورونا وقفتنا الأمور المالية. صحيح. وإن شاء الله بابل راح نخلصها، كربلاء خلصناها قبل أقل من الشهر. نبدأ عاد المرحلة الثانية من بغداد والتصاعد والغربية. الإحصاء اللي صار إحصاء ميداني، وصلنا إلى آخر نقطة باليابسة بالفاو، لقيت 7 روس سجلتهم. يعني إحنا شلون هالساعة وقفتنا وهذا البادوك مال الخيل هو شط الفاو أو اللي ينفتح على الخليج، شط الفاو يسموه الفاو، شط الفاو شط العرب ما أعرف اللي هو اللي ينفتح على الخليج. أنا لقيت بهاي النقطة بيشة. ها؟ راس البيشة. لا فوق راس البيشة. أها. لقينا خيل سجلناها 7 روس. كل التحية لك دكتور وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. وأكيد أيضا يعني القسم الأخير من حلقة اليوم راح يكون أيضا بكيفية تنمية اليوم ثروة الخيول بالعراق وكيف يرجع العراق من الدول المهمة بهذا الموضوع. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم. جزاكم الله ألف خير. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك. مشاهدين نرحب بكم من جديد. بما انه عرفنا كثير من المعلومات من الدكتور نصير وابو امير ومعروف الموضوع الخيل سبب التراجع اللي صار بالعراق للاسف، اليوم حددنا المشاكل وحددنا الصعوبات اللي يواجهها اليوم ربي الخيول اللي يواجهها اليوم ربي الخيل، لان يعني الخيل ممكن افضل مثل ما تعلمنا من الدكتور
نصير اعطانا هذه المعلومه المهمه، انه الخيل دائما هي، لان هي الوحيده الكلمه المذكوره بالقران، ماكو خيول. كيف نطور هاي الثروه؟ اكيد اكو مطالب من المربي، واكيد اليوم المتخصص عنده اجوبه على هذا الموضوع، عنده افكار لتنميه تلك الثروه. راح ابدي مع احترامي لشخوصكم الاعزاء، الله يسلمك، ومع من عذرا للدكتور نصير، راح ابدا مع الدكتور او الاستاذ ابو امير. يا رب ان شاء الله دكتور علم حاسبات. الله يخليك ابو امير. اليوم انت كمربي خيل بلي، وعندك يعني مثل ما اقول بالعاميه واهس كبير جدا بهذا الموضوع، شو مطالبك اليوم للجهات المختصه؟ كيف ننمي؟ والله من خلال برنامجكم الكريم وقناتكم الموقره، وبحضور الاخ الدكتور اللي شايل هم الخيل، خلينا نقول في العراق اليوم، اي مشروع اذا ما تكون بانكم يعني بجنبه تجاريه راح يفشل. يعني ان يكون مجرد هوايه هي والله حلوه وكافي ونقطه راس سطور، لا يفشل هذا بمرور الزمن. احنا اليوم انا كشخص متحمل هذا العبء اللي دا تشوفوه، لو تريد تحسب تكاليف الشهريه تطلع فد مبالغ. فاحنا نتمنى على الدكتور اللي هو ان شاء الله ما مقصر، ومطالبنا الى الوزاره، وزاره الزراعه، والى معالي وزير الزراعه، انه يستعجلون بجدوله رفع الحظر الصحي عن العراق. هذا الامر يراد له مو فقط وضع لجنه وخلاص والله خلينا لجنه، لا، اللجنه لازم جدول عمل، اروح التقي بالجهات المعنيه، شنو اللي تردوه حتى يرفع الحظر؟ يردون احصاء، الرجل ده يشتغل احصاء، يردون تقارير طبيه، هذا شان الوزاره. احنا بحاجه الى اعلاف، بحاجه الى اختصاصات في كليه الطب البيطري، قسم خيول، جراحه خيول، نقل اجنه، يعني هاي الامور لازم يستعجلون بيها حتى نقدر نواكب، نقدر نبيع خيولنا. انا فقط حاطه هنا أنا ومشغل مجموعه من الاخوه، من سياس، من حراس، من الى اخره، من اطباء بيطريين. زين، وبعدين ابو امير تجي بعض عندك مرات لحظات ندم بصراحه، يعني نوبات الحمل، الحمل فوق القدره، هذا اللي يخنقك يعني. بس من ترجع اجي يم الخيول ابا وعلهن تختلف، اتحمل، بس الى متى؟ نوبات الحمل يصير فوق طاقتك يعني، او ما تقدر بعد ستوب. ليخلونا نوصل الى مرحله فعلا نتندم حقيقه. يعني هذا الجهد جهد شخصي ومردوده للبلد. زين ابو امير، انت عايش في ببعض الدول الخليجية فترات من الزمن. بلي. اريد هناك شو يسوون اليوم الجهات المختصة الحكومية، شو تسوي مثلا؟ كمميزات. الخلايجة ما يجعلون هذا الامر تجاري، ليش؟ لان هم اغلب اللي يقتنوه، اولا مستواهم المعيشي اعلى من مستوى المعيشة لبقية البلدان المجاورة لهم. ثانيا اغلب يدري الدكتور، اغلب اللي ملاك المرابط هم امراء. الامير شي همه يعني ايش قد يريد يجيب اجمل خيول العالم يشتريها، ارقى انواع الاطباء يجيبوه الى اخره، مستشفيات يفتحوها بدون اي عناء، بدون اي عناء. بس انت هل ممكن ان نجعل من هذا الامر تجاري بعائد مالي وارباح للبلد؟ نعم، والدليل انه المرابط منتشره بكل دول العالم. لولا وجود جنبه تجاريه دكتور، انا اسال دكتور نصير، نعم. كانت تواجد باوروبا؟ لا طبعا. كانت تواجد باستراليا؟ استراليا ايش قد بعيده؟ لذلك هي اصبحت صناعه يعني. اذا بيها جنبه تجاريه، اوجدوا لنا هاي يعني بيها مردود مالي يدر للبلد، وعوده التراث اللي اهين، هذا العز، هذا يعني كارثه. كم عامل يشتغل بالمشروع؟ من 4 إلى 5. يعني اليوم انت وفرت مصدر معيشي لخمس عوائل. بالضبط. ويعتبر هو صغير المربط، مو ذاك الكبر والحجم. ايضا يعني والامر قابل للتطوير. نعم. يعني خطط موجوده عندي ولكن ماكو مردود. نعم. لحد الان مردود ماكو. قبل ما انهي حضرتك، عندك اضافه، عندك شيء ايضا تريد تطالب به؟ والله توفير هسه ما نقول الاعلاف 100% اللي نحتاجها، نسبه خلي يوفرون عن 50%. بالدكتور يسمعني، انت زار جت هذا الخلفك جت ما يكفي، هذا ايش قد تقريبا يوصل 20% يكفيك؟ لا، احنا اللي نحتاجه يوميا كل فرس تحتاج، او كل راس من الافرس يحتاج الى 3 كيلوات من الشعير، 3، بس انا عندي 8 في 3 24 كيلو. يعني كل 4 ايام انا وزنه، صح ولا دكتور؟ نعم، كل 4 ايام وزنه بالسنه ايش قد؟
واذا اريد اوسع ايش قد احتاج، وهالاعلاف اللي دا تصعد. بعد عندك لا تلاحظون هناك موجود التبن، احنا نعتني بالخيل بشكل ملحوظ، نحط جواهن تبن، ما نحطن على الارض وصاخة وكذا. والتبن هذا ينشال يوميا، ينذب، ينحط جديد بمكانه. وغسل بالشامبوات، لو تباوع الشامبوات اللي نجيبها من ارقى المناشئ، شامبوات نسائيه ومكيف شعر وزيوت ويود وأبر البنسلين وغير 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 إلى آخره. كهرباء، تبريد، تبريد بشكل مستمر ومولدة وغاز ودهن و يعني موضوع أوفر. سؤال الأخير، في اليوم زارتكم لجنة حكومية من وزارة فقط جزا الله خير الدكتور اللي زارنا. زيارته أنا أعرفها كأصدقاء ومحبة. لا لا لا، لا زيارة رسمية لغرض إحصاء الخير. رسمية لغرض الإحصاء. بالضبط، لغرض الإحصاء. ربي يحفظك. الله يسلمكم. وإحنا نشكرك صراحة. وإحنا نشكركم أن اهتميتوا بهذه الجنبة ووصلتوا صوتنا لعله يسمع. ونحن يعني اليوم نعتذر منك دكتور، لعله يسمع. إن شاء الله. لعله يا رب. لعله. ونعتذر منك أبو أمير، لأن إحنا ببرنامجنا صار له فترة طويلة جدا كنا مقصرين بحق الخير. حاشاكم. الله يحفظك. إحنا أيضا عندنا الغزال، عندنا الماعز الأفغاني، عندنا الماعز هواي مسوي لهم حلقات. انا اشوف الخيل يستحق هالمره ربحنا حلقه. الله يسلمكم. شكرا جزيلا ابو اهلا ومرحبا، شرفتونا. دكتور نصير، سمعنا مربي يتكلم بهذا اليوم الحزن. نعم. يتكلم يعني بهذا اليوم العتب الكبير على الجهات الحكوميه. هل اليوم اعاده تربيه الخيل الى الواجهه تحتاج تحرك شعبي مثل المربين، أم يجب أن تتدخل بجهات حكومية؟ نعم، شكرا جزيلا طبعا على هذا اللقاء وهذه الفرصة. ربي يخليك. نشكر القناة وتنقل لنا شكرنا إلى أصحاب القناة. ربي يخليك. اليوم المربي أو معاناة المربي هنا تتلخص يعني بشغلات، أنه أنت توفر له علف مدعومة من الدولة وأدوية ولقاحات، والشيء الأسمى اللي مع الأسف وقع به العراق أنه الحظر الدولي عن الخيل العراقي. شنو قصة هذا الحظر؟ هذا الحظر يعني صار هو حظر مو صحي، حظر سياسي أثناء الحصار عن العراق بعد غزو النظام السابق للكويت. نعم، نعم، أثناء يعني بتاريخ الحصار اللي صار على بالـ91. حصار الجار. نعم، بالـ91 أو بالـ90. في تقادم الزمن منظمة الأوبئة العالمية أنهم قامت ما تعرف شيء عن حيوانات العراق ومن ضمنها الخيل، فبتقادم الزمن خلت بلوك على الخيل العراقية. بلوك شنو يعني؟ هسه مثلا هاي الخيل مالت أبو أمير، هاي خيل عالمية مسجلة عالميا في لندن في منظمة الواهو اللي هي World Arabian Horse Organization. منظمة يسجلون كي أسماء وأرقام، أسماء وأرقام ونسب لها جوازاتها. هسه اسمها بالجوازات من حتى ضمن بروتوكول اتحاد الفروسية الدولي يحق للمالك الجديد أن يغير اسمها، بس يبقى اسمها مسجل هناك يعني في لندن، وجوازها صادر من لندن أو من العراق من الفرع المنظمة اللي بالعراق. أكو فرع؟ أي نعم، أكو فرع منظمة الخيل العربية الأصيلة في بغداد في نادي الفروسية، وتسجل الخيل اللي هيش خيل اللي متأكدة بأنه أب وجد وأجداد إلى 5 أجداد. شنو الفرق بين اتحاد الفروسية ونادي الفروسية؟ هو نفس الشيء؟ لا لا، اتحاد الفروسية إلى لعبات، إلى قانون الخاص يتبع قانون اللجنة الأولمبية. وأما قانون النادي الفروسية قانون بروحة بوحدة يعني. فهم. إلى فقراته وإلى مواده. تقييمك لعملهم، ولو أنا ما أريد أوضع اليوم أخليك بإحراج. لا، الاتحاد الفروسية الآن انحل. كان رئيس الأستاذ حيدر الجمهوري. نعم. انحل لحد الآن، ما تأسس اتحاد أو كهيئة. نعم. اتحاد فروسي. نرجع لموضوع الحظر، صار حظر سياسي. الحظر صار أصبح حظر تقادم الزمن، أصبح صحي يعني ما نعرف شيء. زين، 2003 انتهى النظام، راح الحصار. نعم. يعني معقول من 2003 لليوم نحكي على 19 سنة؟ ما أكو جهة معينة طالبت برفع الحظر عن الخيل العراقية. لحد ما حضرت أنا رجعت للبلد سنة 2010-2011، من أول المطالب اللي طلبتها أنه العمل على رفع الحظر الدولي عن الخيل العراقية. الخيل العراقية شنو حظر دولي؟ يعني مثل هاي الخيل وباشر أكو فد مهرجان أو فد سباق شو يعني عرض
اللي شارك به شيء انواع خيل. نعم. فابو امير يطلع له فرس فرسين هذا وتجيب جوائز تشارك. هاي الخيل ممنوع تشارك، او خلينا نقول طلعها ابو امير بصفه او باخرى، حتى اذا طلعت ما تشارك باسم العراق، تشارك باسم الدولة اللي طلعها هناك. طبعا من طلعها للدولة حظر 14 يوم يفحصوها خالية من الأمراض، خالية الله يطلقوها بالبلد اللي رايحت له. فما راح تطلع تتشارك باسم العراق، لكن باسم البلد. أبو أمير تكلم بنقطة مهمة، قال اليوم تنمية الخيل تحتاج إلى جنبة تجارية. زين السؤال، مثلا عنده تواصل مع أحد مربين خارج البلد. نعم. عراقي. نعم. وعجبت أحد الخيل اللي موجود هنا. نعم. ونطاف سعر مغري يريد يبيعها، هاي ايضا ممنوع؟ هذا يعتبر حظر اذا ابو امير يريد يبيع؟ لا، هذا يعني يبيع، احنا مسموح ان الخيل ولو هسه يمكن اعتقد منعوها، يعني اعتقد الوزاره منعت تصدير الخيل. ليش؟ لانه ما عندنا خيل في الحفاظ على الخيل انه تمنع تصدير. لكن اذا مثلا تبيع يرجع ذاك عاد هو يرتب حاله هناك، كان ما يكون انه يقول جايه من العراق او مشتريها من العراق، مشتريها من غير بينقوسين بصوره غير قانونيه، يرتب حاله. اي يرتب حاله هو المشتري، المشتري الخارجي. المنظمه لازم توافق، والمنظمه حضر على العراق ما توافق. اي فهذا هاي مشكله يعني بالنسبه لهاي المشاريع الضخمه الحلوه اللي هسه جديده، يعني مثل اسطبل الفرات اللي احنا بيسطبل الوكيل اللي عرفه بعد عنده ملكيه 61 رأس خيل من هيش أنواع خيل. عندك اسطبل، في اسطبل الفراتين بالبعيثة في الدورة، أنا زرته آخر شيء وسجلت نقيله. هاي النقطة، نقطة الحظر. كذلك المشاركات بالمسابقات، مسابقة قدرة وتحمل. هسه اترك هاي الخيل، هاي الخيل مجرد شو، سباقات الشو العرض يعني، لكن أكو سباقات قدرة وتحمل، أكو سباقات ريسينج يعني فاست ريسينج، سباقات القدرة والتحمل اللي يصير بالبحرين، سباقات القفز، سباقات هواي أمور، سباقات هاي ممكن أنه العراقي يشارك بها ويجيب نتائج. خلينا يعني ينخاف منها بخارج البلد، إضافة إلى مورد اقتصادي للبلد. مورد اقتصادي للبلد يعني كرسوم عائدة للدولة، و مورد مورد اقتصادي لصاحب شو اسمه. نعم. اليوم الخيل مصرفها كثير يعني. صحيح. وأنا أقول الله يعينهم. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني سعت من شافت الوزارة أنه أكو اهتمام بالخيل مثل ما قلت لك يعني، وجاي تنمو الخيل ولو ببطء لكن تنمو، أكو نمو، أكو نمو يعني. شكلت لجان، أول لجنة على مستوى عالي هي لجنة رفع الحظر عن الخيل العراقية، وشنو اللي هذا ومنين نبدي. بالمناسبة أنه إحنا ما عندنا قلت لك الأمراض المعدية اللي تخوف حتى منظمة الأوبئة العالمية تجي وتبقي لأنه الخيل مريضة مع الخيل العراقي، ما عندنا. وهذا شيء رسمي من عندي كتاب من دائرة البيطرة بأنه يقول الأمراض الموجودة اللي بالخيل عن طريق مسحهم الميداني دائرة. نعم. البيطرة بالمحافظات كلها يقول ما عندي أوبئة، يعني ما عندي مثلا مرض يوصل إلى حد الوباء. يعني ممكن الحجة على العراق بسهولة تلغي موضوع ما يخص الأوبئة الصحي يعني. تماما. هسه اكو التزامات ماليه على العراق من سنه 91، هاي انا معروف بها، ممكن ايضا تنحل. هاي شغلات سياسيه او أكيد. منظمات عالميه مع الحكومه يعني. نعم. النقطه الثانيه انه احنا اللي يعني من معاناه المربي اليوم ما عندنا اطباء اختصاص بالخيل، وهذا ما يعانون يعني دا يعاني يعني احد المعاناه اللي دا يعانون منها. زين العراق كيف مثلا اليوم وجد مثل دكتور نصير؟ انت مختص بامراض؟ لا انا مختص بامراض الخيل لانه طلعت برا ومارست الخيل. يعني احنا اليوم عندنا يعني اليوم الطب البيطري بجامعه بغداد لا شيء يدرس مثلا يدرس الخيل، لكن يدرسها مثلا كورسين او كورس يعني ما متخصص، يعني مو متخصص. تدري التخصص يعني اترك التخصص بس الممارسه مع الخيل، ما عندنا طبيب ممارس مع يعني الخيل. مع يعني يعني اليوم احنا بالعراق يعني مثلا كورسين لمعالجة الكلاب نفسها، كورسين لمعالجة الخيل. لا لا هي مو هيجي، هي شنو يقرأ أمراض معدية، الأمراض المعدية يأخذها من البيت أنيمال لأمراض الكلاب والقطط لحد الخيل والجمل. هاي أمراض معدية، كل مرض أمراض معدية هاي تصيب الخيل. أكو أمراض منتقلة يعني تنتقل بين الحيوانات.
فهاي احد معاناته. المعاناه نعم. الاخرى انه غلاء الشعير اللي هو يعتبر الماده الاساسيه والرئيسيه لتغذيه الخيل. اليوم الشعير اظن ب 750 الطن، فاللي عنده 10 روس يعتبر مصرف او 850 ما عرفت عن. طلبت من عندنا الوزاره انه ايش قد ياكل هذا، وطيناهم ايش قد نخاله وايش قد يعني معلومات، وان شاء الله تبقى نعم. اطلاق الحصه يم الوزاره. طبعا دكتور وابو امير يعني والله لو بعد 3 حلقات ايضا مهنك في هذا الموضوع المهم اكيد جدا. طبعا فكل التحيه لكم. شكرا دكتور نصير وابو امير الوائلي، تحياتنا لكم وربي يحفظكم. شكرا ان اعطيتونا من وقتكم اليوم ايضا نعرف المشاهدين. شرفتونا، شرفنا بكم. الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يسلمك. احبتي المشاهدين، من خلال كلام اليوم المتخصصين بتربيه الخيل انه يعني تبدي عمليه اليوم تنميه هذا الموضوع للتعليم العالي، ايضا تعليم عالي، وزاره الزراعه اليوم، حتى اليوم رئاسه وزراء، وزاره خارجيه ممكن ايضا نستخدمها او نستثمر علاقات، من موضوع رفع الحظر الدولي المفروض على الخيل العراقي للأسف بسبب سياسات وغيرها من هذه الأمور. وكل شيء تراجعنا، والحد الآن الخيل العراقي يعني بتصير لهذه الأمور السلبية من 31 أو أكثر، 31 سنة تقريبا، أي 31، من 91 إلى 2022. فاليوم يعني راح بعد ذا سنوات نتقدم، راح نوصل نصف قرن احنا حظر علينا كله، للأسف يتراجع إرثنا الثقافي الحضاري بهذا الموضوع الرئيس اللي مذكور دائما، الخيل مذكور كان إرث ديني، إرث ثقافي حضاري قبلي. وكل الدول اليوم قامت تتفاخر، حتى لو دول مو عربية تتفاخر انه عندها سلالات عربية، فاحنا العراق وين من هذا الموضوع. ولكن بصراحة وجود اليوم هنا وأرض السواد خصص الحلقة الكاملة على هذا الموضوع المهم، ودا أشوف الاهتمام الكبير باليوم أحد النماذج العراقية الأصيلة اللي يديرها اليوم أبو أمير، فحقيقة شيء ممكن نتفائل، ويا رب نتفائل ونظل نتفائل. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، حلقة يا رب إن شاء الله تكون عجبتكم. انتظرونا بحلقات مميزة أخرى. إلى اللقاء.